وللمزيد حول الفساد في قانون الموازنة وقرار شطب السلف لمئات المشاريع الوهمية والمتوقفة ما يؤثر على موارد الدولة، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. أهلا بك سيد كامل معنا. يعني في البداية، مستشارون حكوميون كما تعلم أكدوا أن الموازنة ستمرر حتى لو لم يصادق عليها رئيس الجمهورية، ومراقبون ينددون بشطب سلف المشاريع للوزارات. بداية، هل كان رئيس الجمهورية ليقف أمام هذا القرار رغم مخالفته للقانون؟ هذا الكلام صحيح، أنه رئيس الجمهورية ليس له أي تأثير على تمرير قانون الموازنة، وربما إذا كان عنده اعتراض سيتركها. والقانون الدستور بيّن بأنه إذا تركت 15 يوم سيمر القانون، وهذا قانون الموازنة هو يعتبر قانون وسيمر سواء وافق أو لم يوافق رئيس الجمهورية، وعليه المصادقة، وال 15 يوم هي تلقائية لتمرير القانون ونشره بالجريدة الرسمية. أما موضوع أنه هذا القانون مخالف للدستور أو غير مخالف، الحقيقة هو وفقا للدستور أنه موافق، لأنه الدستور العراقي يقول المادة 27 للمال العام حرمة، ولكن يجوز التصرف بالمال بموجب قانون، وقانون الموازنة هو قانون ويمكن أن يمرره. ولكن من الناحية الأخلاقية، يعني تقول يعني بداية المادة 27 للمال العام حرمة، وتقييد المال العام يتم بموجب القوانين، وهذا هو القانون اللي يريد يمرون به موضوع السلف، وهو حقيقة يعني إطفاء لجرائم السرقات الماضية في المحافظات أو في على مستوى الحكومة الاتحادية. نعم، لكن ألم تكن تلك السلف التي من المفترض أن تسترد أو على الأقل تلزم الجهات بتنفيذ المشروعات التي استلموا السلف من أجلها أن تكون موردا من موارد الموازنة؟ على أي أساس اتخذ قرار شطب السلف سيد كامل؟ شطب السلف أكو تعقيدات يعني من 2003 وتتكرر التعقيدات بسبب عدم وجود محاسبة، حتى المحاسبة اللي يجريها الرقيب ديوان الرقابة المالية يرسل تقارير بدون أن يتابع هذه التقارير أمام الجهات الرسمية والقضائية. موجب القانون يفترض أن يبلغ هيئة النزاهة والادعاء العام، واثنينهم الادعاء العام ساكت ينتظر النزاهة، والنزاهة طبعا متفقة مع الحكومة ترفع وتنزل. وهذا القانون هو طمر لكل ملفات الفساد لمشاريع فاسدة تم التجاوز على المال العام أو التجاوز باسم هذه المشاريع والتصرف بها لأغراض حزبية أو شخصية أو ميليشياتية أو عصابشية ومستمرة. وأعتقد يعني من 2012 إلى اليوم، يعني من بداية كسر معايير ترتيب الموازنة وفقا للدستور والقوانين، قمنا نشهد كل سنة أكو ثغرات ووصلت إلى هذا الحد اللي هو يعني بصراحة هي هذه شرعنة لكل سرقات الماضي وفتح آفاق لسرقات أخرى، لأنه إذا مررناها بال 23 سنمرها بال 24 و 25 و 2030. إلى سؤال جديد الآن، يعني إلى أي مدى ترى أن الموازنة الحالية لم تختلف عن سابقاتها من حيث سوء إدارة أموالها والثغرات التي شملت موادها، ما يعني ترسيخ الفساد من خلال مكافأة المتقاعس بشطب ديونها، ليس كذلك سيد كامل؟ بالضبط، هذا اللي نقوله، أنه أنت عندما تأمن من العقاب تسيء الأدب، وهذا ما حصل من 2003. كل سنة يتم التجاوز على المال العام، حرمة المال العام اللي أول مرة الكاتب الدستوري ينص على أنه المال حرمة، يعني مثل واحد ينام مع أمه مع أخته، هذه ما يفكرون بها يعني حتى من الناحية الأخلاقية. الرقيب المالي الآن أيضا متورط، وأعتقد كافي علينا كمتابعين ورأي عام أنه بين سرقة القرن أنه الديوان الرقابة المالية هو جزء من هذه القضية، والكل ساكت، يعني حتى الثقة بهذه المؤسسة انتهت. ولهذا هم الآن وزارة المالية والحكومة
تعلن بأنه الإطفاء مرتبط بتدقيق الرقيب المالي، وهذه كذبة أخرى. الرقيب الآن متورط بالعرض والطول بهذا الفساد. نعم. سؤالي الأخير، كيف تنظر إلى بيان وزارة المالية الذي حاولت من خلاله التبرير لماذا شاب الموازنة من ثغرات وعلى رأسها شطب السلف؟ وزارة المالية هي بيد الحكومة، الحكومة تريد أن ترضي مجلس النواب، مرة ترشيه ومرة هو يسهل عليها يعني أجنداتها الخاصة بموضوع إرضاء العصابات والمافيات اللي يسموها أحزاب. ووزارة المالية الآن هي بيديهم ويتصرفون مثل ما يريدون وسيرضون عنها، والوزارة ترضى عنهم، وربما يلجون للمحكمة الاتحادية، والمحكمة الاتحادية قد تخرج علينا بحزورة وتعلن بطولتها أمام الرأي العام بالشخابيط المعروفة عنها، وستستمر الحالة على ما هي عليه وربما أسوأ مثل كل سنة. من واشنطن كنت معنا عبر الهاتف رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، شكرا جزيلا لك.